حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا يونس، حدثنا شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك: حاء، وقال لي خليفة، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر.